أمس نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تقييد محتوى الحساب على تطبيقكم واتساب. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تطبيق واتساب، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق واتساب، سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدونه هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم واتساب. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في